السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، اليوم ان شاء الله خصني نجيب لكم بالجديد وحتى اللوينات جداد. شوفوا لي هذا الزريرق، هذا كي داير؟ واش كيبان لكم اللون ديالو ولا لا؟ اللون ديالو راه كما كتشوفوه، واخا هنا لون الخياطه كيبان شويه مديكرادي على الثوب، راه غير مع التصوير ومع الضو. اما هي راه اللون في اللون، وشوفوا لي اللوين كي دايره، ماشي بلورو ولا شي حاجه، اللون غيعاونكم تم الفولار. شوفوا لي الفولار، راه هاد الزريرق هذا واحد الدرجه ديال الزرق اللي فنه، ماشي حتى تيركوا. شوفوا لي كيفاش داير، والطريزه حتى هي جات لكم طريزه جديده. شوفوا كي دايره، كتشبه الطرز باليد، هادشي علاش عجباتني. هادو كيبانوا بحال البريد، وهادو بحال الغرزه الفرنسيه، كيجيو واعرين. حمقاتني انا الطريزه وجليبه كامله، طرز رباطي ماكينه، ولكن رشيمه ديال اليد طلعت فنه، مازال غنخدم فيها اللوينات ان شاء الله. بالنسبه لهاد الجلابه شبعانه الضفاير، حتى الفتيحات في الجناب فيهم الضفيره. ما كنتش كندير الضفيره الصراحه في الفتيحات، كنت كندير غير طريسنات، ولكن الضفيره جات واعره. شوفوا لي الخديمه ديالو، شوفوا الضفيره، واللون في اللون. يعني اي شال بغيتي ديري، بغيتي ديري مع هذا، ها هو اختي مرحبا. هادو 80 درهم كريب، شوفوا الفرفاره اش دايره ليا بالبرده. هذا 80 درهم، وكاينين حتى فولارات بالنسبه للناس اللي ما كيديروش الشال، كاينين فولارات 50 درهم. هذا كريب، شي حاجه لي واعره. وشوفوا كي جا مواتي الجلابه، كنهنيك اختي تم الفولار ولا الشال اش بغيتي، والثمن ديالها 600 درهم. وبالنسبه لتوقيت المحل اللي بغات تجي عندي المحل، كنكون دائما من 3 حتى 8 العشيه، مع هذا الحد هو اللي ما كنخدموهش، دائما العشيه كامله خصكم في المحل. كنتسناكم تجيو عندي، مرحبا بكم الف مرحبا. بالنسبه لعنوان المحل، في مدينه كازا، في حي مولاي رشيد، الاقامات ديال البيضاء، مقابله مع مدرسه الترمذي. ايوا اختي بالصحه والراحه مسبقا. والقياسات ديال هذه قياساتها صدر 31 وليهونش 33. ها انت اختي راه عريضه كما قلت لكم، انا كنلبس لكم كلشي غير باش تشوفوا. صافي عريضه، كتيفات الصاله ديالها كميمة تما درتهم شويه ب90، ماشي مقبوطين بزاف، عاديين مريحين. وكلشي على اللون، اللون انا حمقني. هانت اختي، وندوزو دابا للجلبه اخرى، نشوف شنو اللي غنوريكم تاني. ويكون ممكن حيضا هذا، كاين الجلبات الطرز باليد والخديمه ماكينه. شوفوا لي الجليبات هادو، يصلحوا الناس ديال العمره، العريسات، التكاتيب، ضرب صداق، النفيسات، علاش لا. شوفوا لي الطريزه باليد والخديمه ماكينه، قطي برشمان رقيق، خديمه رقيقه، زوقت البرشمان هابط حتى لتحت. بالنسبه للثمن هادي 800 درهم، حيت اختي الخديمه باليد والكريب بروميان والخديمه قطي برشمان، كتجي غزاله اللي بغات شي كادو لماماها. ها هي اختي، بالنسبه لهذه راه مخزانيه، انا نقول لكم القياسات ديالها حيت باقا ما لقيتش الوقت فين نشد العبار على الجلبات، كنلصق فيهم عبارات ونتعاونوا في التصوير. 31 في الصدر و 32 في ليونش، مخزانيه 31 في الصدر و 32 في ليونش، يعني غيلبسوها من 31 لتحت ماشي من 31 للفوق، حيت مخزانيه. هانتوما شوفوا لي الخديمه ديالها، كتجي فنه تبارك الله ما شاء الله. المهم اللي بغيتها ما عليك غير تسكريني كليانات الغزالات، راكم حافظين. سكريني اختي اللي بغيتي وصيفطيها ليا في واتساب وراه نخليها لك. مرحبا و الف مرحبا. واللويه راه كما هكا كتشوفوا، واحد الباج بلونكاس. ونوريكم وحده اخرى هي هذه بحالها، ولكن براندا. هذه مجموعه كامله باليد، كلها يد في يد، ما فيهاش الماكينه. هذه براندا، هانت اختي طريزه باليد والخدمه راندا، يعني جلابه كامله باليد، حتى هي 800 درهم. هانتوما راندا كيهبطه كامله بحصيره، والطريزات ديال الرباطي فوق الراندا، وكلها طرز باليد، كتجي فنه تبارك الله ما شاء الله. هذه حتى هي مخزانيه، وهذه لوينها كما هو كما كتشوفوا هذا اللون، حيت في يوتيوب ما كندير لا فلترات لا حتى شي حاجه باش اختي تقطيه لخاطر. وعاد ملي كتبغي تاخذها نعاود نصورها لك.
المهم دابا بس خصني سكرين او ندوزو دابا باش نشوفو شي موديل اخر واش نلبسو ليكم ولا لا. وكما قلت لكم راه لي فولار كاينين لي شال كاينين، اي حاجه عجباتك تقدري تاخدي لها الشال ديالها ولا الفولار. وهذه كما قلت لكم راه كبيره عليا، غير لبستها لكم باش تشوفوها. صدر 31 ولي هونش 32 33 المهم 33. وشوفي لي اختي هاد الزاز عاوتاني ديال دو بياس، هذه جديده بالنسبه للخدمه ديال ذكرى المولد النبوي الشريف ان شاء الله او للعيد كما كنقولوا. ما غاديش نخبيها اختي حتى سمات العيد عاد نبدا نحطها، بديت كنحطها لكم من دابا. كاينين الناس كتبغي تقطع على تيساع، راكم عارفين جايين دخلت المدرسه ما كيبغيوش عيالات يتزاحموا مع الكتبه مع الادوات مع حويجاتهم، هما كيبغيو ياخذوا على تيساع. شوفوا لي اختي هاد الزاز وكيجاكم هاد الميلونج ديال هاد الالوان، هاد اللون الكراميل اولا القرفي دخلت معاه الشويبي. وشوفوا لي الشالي ناسقت معاه. عقول لي اختي هاد الجلبه هادي دابا واش ما تخرجيش بها تحمرت الوجه وتكوني معروضه وتلبسيها تحتاني هكا فيه الطرز باللون ديال الجلابه وراندا مخدوم. الجلابه جات مخزانيه فن تبارك الله ما شاء الله، فيها 31 في الصدر و 32 في ليغونش. تلبس 30 في الصدر و 29 و 28 كلهم يلبسوها، يعني من ال اكس ال يلبسوها، وحتى الدوبل الا كانت ما عمرش بزاف راه حيت الجلابه عريضه ومخزانيه. راكم عارفين المخزاني كيلبسوا بزاف ديال الطايات. وناسقت لكم معاه هذا الشال ديال 130 درهم كريب، هذا كريب وفيه لي زيستراس. هذا الموديل كان عجبكم بزاف، راه كانت تقاد عليا دغيا عاودنا جبناه وبقاو فيه يمكن شي ثلاثه البياسات ولا اربعه اللوينات اللي باقيين. وهذا ما كان انت اختي الصاص. والثمن الثمن راه جد مناسب، 800 درهم فقط، 800 درهم 80 اورو اللي هي 16 فريال. انا قلتها لكم كلشي زعما عاد تقول لي راه ما فهمتش قلتيه بالدرهم، راني ما فهمتش. انت اختي طريزر باطي ماشي كمبيوتر، بغيتي تهبط لكم تخليه هابط بحال هكا تخلي لكم هابط، بغيتي ديري شي شمير ولا شي حاجه. هادو ولاو دابا تيداروا الشمارات هنا باش كيعطي داك الشكل زويون ديال القميص. وقولي اختي كي جاكم هاد الميلونج ديال الالوان اللي درت جات صراحه زوين، انا عجبني هاد الشويب مع هاد اللون هذا. والخدمه قطعت برشمان هابط زبقت البرشمان باليد حتى لتحت في هاد الشويبي هذا، خديمه ماكينه رقيقه هانتو. المهم لي عجبات هاد الجلبه بعدك غير تسكريني كلياناتي اللي كتلبسو قدي، هادي راه طوب فنه هي هاديك كلشي في الطون كلشي كنبقشش حيت عندي واحد المجموعه تبارك الله ما شاء الله كيلبسو بحالي بحالهم، يعني لي طاي ستوندار ولا الاكس ال كنلبسو كلنا بحال بحال. تتقولي حنا الجلابه اللي لبستيها اللي غتجيك راه هي اللي غتجيني انا، وفعلا نيت ملي كيجيو المحل كيقيسهم كيلقاوها هي هادي. هانتي اختي الجلبه وبالصحه والراحه، معلك غير ديري سكرين كما قلت لك وصيفط ليا في الواتساب. كنتي قريبه للمحل جي مرحبا بك، واخا مرحبا قيسيها هنا في المحل. خذي راحتك قيسي معها الشيره اللي بغيتي، الا ما بغيتيش هذا تقدري تقيسي اي شال اخر معاها. ما كنتيش تقدري تجي راه كاين التوصيل حتى لباب الدار ما تخافيش اختي. مرحبا واخا مرحبا. شوفوا لي هاد الجلبه هادي عشاق المليفه، المليفه اميره هادي طرزناها باليد فيها طرز وتنبات بالعقيق. نقرب لكم الكميم يمكن باش يبان لكم. شوفوا الخدمه ديالها كتجي غزاله تبارك الله ما شاء الله، فيها تنبات هذا رقيق، هذا الابيض هذا رقيق، هذا طرز باليد حجيرات طرز باليد دقيقات باش نقربكم من الصوره اكثر. وصال واحد السيده كتبيض كتفرج بك على الشيران كتحمقين ملي كتناسقي لي شال مع الجلبات. شوفوا لي هذا فيه داخل فيه لوي مفتوح لونها ديكراتي لوينة الجلابة اللي داخلين. وبالنسبة لهذه قياسها فيها 28 في الصدر و 31 في ليغونش. بالنسبة للثوب كيما قلت لكم مليفة والثمن غير 700 درهم، واخا ثوب مليفة واخا الخدمة باليد وكلشي. وشوفي ليا نقربك الطريزة والخدمة ديالها، والطريزة جات بحال هكا جاي بحال هاد الشكل ماشي سلتة هابطة من هنا بالعكس جاية معمرة الصدر جات فنة. واللي عجباتها اختي بعدك غير تواصلي معانا. وفيها حتى افتحات صغار جايه جلابه جايه دغوا صاله الناس اللي كيبغيو جلابه كلاس اختي دغوا داكشي ماشي العرض والكلوش حيت منوعه لكم هنا في المحل في الفستان. كاينين اللي ايفازي او كلوش دايرين من تحت، وكاينين اللي كتجي هكا دغوا سامبل بافتحات في الجناب، وكاينين مخزانيين، وكاينه في الصاله العاديه
كل شيء كاين، يعني اي واحد كنتمنى انني نرضي كاع الاذواق ان شاء الله يا ربي. والوينات اللي دخلنا لهاد المليفه، طبيعه الحال المليفه عندها عشاق ديالها، كي صيف كي شتا كي برد ما كاينش مشكل، ضروري من المليفه ما كيتنازلوش على المليفه. ها انت اختي خديمه ديالها، ترشيمه جات زوينه في الكميه. انتو زختي نشوفوا شي جديد اخرى. او شوفي لي يا اختي تشباك، باقي عندي لوينات في التشباك وباقي كنخدموا فيهم كنوجدوهم للذكرى ان شاء الله. شوفوا لي البوردو ديالها، قرونه قرونه، الكم كتكون فيها رشمه عريضه والصدر كتكون عاديه مويه حتى انا ما شفتش تبان لكم ولا لا. بالنسبه للقياسات هذه فيها 30 ونص في الصدر اولا 31 في الصدر و 32 في ليونش، طاي ستوندار هذا. وكما قلت لكم شوفوا الخدمه ديالها. المهم اللي عجبتها شي حاجه تحاول تسكريني، انا هذه حاولت نخلي معاها هذا فولار عجبني معاها حتى هي شال هذا. اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها، النمره راه كنخليها لكم في هذا في العنوان، ما عليك غير تسكريني وتصيفط لي في هذاك الواتساب، النمره راه فيها الواتساب فيها المكالمه فيها كلشي. ونوريكم هذا الموديل هذا حتى هو راه غيكون فيه الالوان وفيه لوينات، راه عندي فيه ديال الطرز بالمبره، كيجي شي حاجه اللي غزاله تبارك الله ما شاء الله. شوفوا ليا عاد كنقولوا ليه طرز المبره، اما هو راه طرز ما داخلش فيه كاع المبره، حيت ملي كتقيسيه كتقيسي بحال اللي كتقيسي في المبره، هادشي علاش كيقولوا ليه الطرز ديال المبره. بالنسبه للقياسات هذه الكتف 38، طولكم 58، الصدر 26.5، ولي هونش 29.5، يعني طي ال اللي كتلبس الال هذا تجيها مخيره. والثوب راه كريب بروميان. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، كنتمنى نكون ما طولتش عليكم، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. كما العاده اللي عجبتها شي حاجه ما عليك غير تسكريني، الا ما جاوبتكش في نفس البلاصه راه غير كنجلس كنجاوب، حيت كيكونوا المحل فيه الناس واقفين، يعني ما يمكنش الناس واقفين عليكم انت غتجلسي في التليفون، غير كنجلس كنجاوب ديك الساعه كلشي كنجاوب ان شاء الله، ما عدا مور 9 الليل راه ما كنجاوب حتى شي حد حتى لغد الصباح عاوتاني كتكون الخدمه، حيت 9 الليل كنكون في داري، يعني حتى في الدار ما عنديش كي غندير نعرف لك انا القياس ولا غنعرف الجلابه وقياسها فين هو، واش باقا عندي في المحل ولا كوموندا شي حد ولا تبعت في المحل، داكشي اللي كنخلي حتى لغد كتكون حدايا الجلابه. مي كتسوني عليها راه ديك الساعه كنجي الورقه وكنشوف القياسات، كانت قياسات كنقول لك راه هما هذوك، ما كانش قياسات كنقول لك راه ماشي كدك. يا اختي نتلاقاو في المحل ان شاء الله، مرحبا بكم الف مرحبا.